السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سعادة سفير دولة فلسطين، الحضور الكريم، أصحاب المعالي والسعادة. أود في البداية أن أشكر سفارة دولة فلسطين على مبادرتها لتنظيم هذه الفعالية التضامنية التي تجسد إيماننا جميعا بما تحظى به القدس من أهمية قصوى لما لهذه المدينة من رمزية وخصوصية وقدسية، ولكونها قضية الفلسطينيين وكذلك قضية المسلمين، ولكن كذلك قضية كافة المؤمنين والقوى المحبة للسلام. قرار نقل السفارة قرار مستفز بطبيعة الحال لمشاعر المسلمين، وقرار متناقض مع قرارات مجلس الأمن التي تؤكد ضرورة الشغل. أقول قرار نقل السفارة قرار مستفز لمشاعر المسلمين وقرار متناقض مع قرارات مجلس الأمن التي تؤكد ضرورة التقيد بأحكام القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تمنع إدخال أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي للأراضي الواقعة تحت الاحتلال. والحال هنا أن الجميع يعلم أن القدس الشرقية التي كانت تابعة قبل 67 للمملكة الأردنية الهاشمية خضعت للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي فهي أرض في منظور القانون الدولي أرض تحت الاحتلال. فهذا هو اللي يعطي حساسية خاصة لموضوع القدس، وهذا اللي جعل قضية القدس متروكة لمفاوضات الحل النهائي. وبالتالي فإن أي مساس بالوضع الخاص، الوضع القانوني والسياسي والتاريخي والروحي للقدس، هو ينطوي كما قال جلالة الملك في الرسالة السامية التي بعث بها للأمين العام للأمم المتحدة. وأقول كما جاء في الرسالة الملكية، ينطوي على خطر الزج بهذه القضية في متاهات الصراعات العقائدية والدينية وعرقلة جهود استئناف مفاوضات السلام. فقضية القدس إذن بهذا الوضع المتعارف عليه مصدر انشغال عميق لدى جلالة الملك، ملك المغرب كمغرب، ولكن كذلك كرئيس لجنة القدس. ولجنة القدس لعلم الحضور الكريم تتكون من 16 دولة، فهي آلية دائمة ومفتوحة، شغلها الشاغل هو قضية القدس، تعمل طبيعة الحال تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة. فهذا الانشغال ينتاب بطبيعة الحال رئاسة لجنة القدس، ولكن كذلك جميع الدول العربية والإسلامية. فلا يمكن أن نتعامى بأي شكل من الأشكال على الخصوصية الدينية الفريدة، على الهوية التاريخية العريقة، على الرمزية السياسية الوازنة للقدس. فالقدس هي أرض، هي هذا موضوع أزلي ما في نقاش. الصور اللي تشوفوها شاهد على ذلك، الآثار اللي في القدس شاهد على ذلك. القدس هي أرض للتعايش والتساكن والتسامح بين أتباع سيدنا إبراهيم، بين الإسلام، بين المسلمين مسيحيين واليهود. فبالنسبة للتطورات الأخيرة، أريد فقط أن أصحاب السعادة على أنه فيه تطورات، فيه اتصالات خصوصا بين جلالة الملك رئيس لجنة القدس مع الأطراف المعنية العربية والدولية، وخاصة فخامة الرئيس محمود أبو مازن لدراسة الخطوات
والمبادرات التي يتعين اتخاذها لحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته مسؤولية كاملة بخصوص هذا الموضوع بعيدا عن الحلول الانفرادية والأحادية الجانب. أول أمس كانت بتعليمات ملكية سامية كذلك على إثر صدور قرار نقل السفارة إلى القدس، استدعى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بحضور سفير دولة فلسطين والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية التي سلمها رسميا الرسالة الموجهة للرئيس الأمريكي بخصوص الانشغال العميق لجلالة ملك رئيس لجنة القدس حول هذا الموضوع. شكرا جزيلا لكم.